السلام عليكم خوتي العزاز، لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء بخير، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتواجدوا في مدينة مريرت، حرارة إخواني، حرارة جد 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 مفرطة. مدينة مريرت اللي كتعرف هاد الأثناء 42 43 درجة، حرارة مفرطة حقا إخواني. وقلوبنا ودعواتنا ودعواتكم الكل الساكنة، وخاصة في الأحياء الهامشية، لأن كنعرفوا إخواني إذا كان الكليماتيزور عند مسؤولين أو لا عند منتخبين أو لا عند وزراء، فهي رحمة بهذه الساكنة، لا إذا كان على المنتخبين أنهم يفكروا في مناطق خضراء أو لا في شي بلايص اللي يحاولوا الناس مساكن يديوا الوليدات ديالهم ولو. شكرا. إذا قبل ما نبدا خوتي، وغادي نحاول نبقى غادي معكم في الخط ونضربوا دوره في مريرت ونشوفوا الاجواء، لان كما كنشوفوا الشارع خاوي، صفر تقريبا واحد اللي كيدور، لان كاينه 43. كنشوف دابا انا في المدخل ديال مريرت توصل 43 درجه. اش من مدينه راكم ومشحال الدرجه اللي راه وصلت تقريبا تما؟ يلا اخواني نتفاعلوا. فيديو ما باينش، ما يمكنش. كيفاش ما باينش؟ ما يمكنش تقول لي الفيديو ما باينش اخويا سعد. واش ما واضحش اولا ما باينش سي سعد؟ اذا اخواني كنتواجدوا كما قلنا في مدينه مريرت، وهنا اللوم كنحاولوا دائما باش نوجهه للمنتخبين. علاش ما يفكروش ولو تصور ان كاينه تقريبا 25 الف 30 الف نسمه، ولو بلاصه وحده اخواني اللي يقدر الواحد مسكين ان يجر غير وليداته من تحت داك الزنق او لا من تحت هذيك الدار. ولا واضح دابا نينا؟ شكرا. اذا كل واحد خوتي، كاين عندنا 1000 متتبع دابا اللي راه غاديه معايا، نشوفوا 1000 كومونتير، كل واحد عافا كيقول لي اش من مدينه وكيدير الاجواء عندكم. هو في الحقيقه كاين حاله شي شويه ديال الارتباك للساكنه، خاصة أنه تزر الرأي العام بأن كورونا وصلت إلى مدينة خنيفرة. تنتمنوا الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل. الساكنة لا داعي للخلع والفزع، عفوا لا داعي للفزع إخواني. فكما كنقولوا لازم أن نديروا الاحتياطات اللازمة، ونخليوا أن الناس المسؤولين انها دير خدمتها ديال الحقيقه، لان الارواح ديال مواتنا، الارواح ديالنا، فلازم الحذر واستعمال الكمامه. اخي المتتبع، تنتمنى انك تقول لي اش من مدينه راك وفين واصله الحراره. يلا القنيطره، الجو بارد. هاي هاي على الجو بارد. نينا واش بارد في القنيطره؟ مكناس 44 درجه. إيبا خنيفرة 43 درجة. محمد أكادير 6 لا محمد قالك 86 درجة. سيدي محمد يوان زيز هاتي نورت اللي ديرنا 86 عين خت لك جهنم. خميس زمامرة الحرارة مفرطة. مدينة فاس بورت أطلس ختي زهرة عزيز كيدايرة قضية ما في خنيفرة. مريرت 40 عزيز، لا ماشي 40، راه كاينه دابا عندنا 42 مريرت. امغاس فوق شويه وفوق شويه وجده 42. حسن قال لك والماس 35 درجه. مود كي دايره قصيبه في طنجي 40 39. ولكن خويا ابراهيم راه كاين شي بلايص اللي تقدر تهز الدراري في طنجه وتمشي للجرده، تمشي لشي بلاصه. حنا غندخلوا دابا للشارع غتلقى ناس مساكن اللي صافي، عرفتي الحراره اخواني، حراره جد مفرطه، هذه الحقيقه. فكنتمنى كل واحد يقول لي اش من مدينه وكيدايره الحراره تما. اليوم القنيطره بارده والبارح كانت الحراره سخونه. خالد الجزائر كيدايره الجزائر، مديونه 36. الخوف اخويا زهره ما تخافيش اختي، وحاولي انك تلتزمي الحيطه والحذر الكمامه، وحتى تباعد في الديور راه ولا دابا لازم. تتباعد اختي في الديور لا بد خصك دير تباعد، لان كنشوفوا ديك الحاله اللي تسجلت البارح في منطقه ديال تعلالين في خنيفره، ان البنت مسكينه خدامه في اوطيل ما نواتش بان راه غادي تهز، هي كدير الميناج. قول ميم 49
اش قول ميم واد نود 49 بالصحة السي موحوزار شتا قبيلة بني من لال 45 مرادة ياك ما محقاش القضية عندكم احنا بغينا نجي وغدا خنيف راه التلج اين انتم خنيف راه قال لك ازيدي التلج واتزم فوق شوية وفوق شوية طرجة 30 درجة باردة اليوم افتازة البرد تحياتي من يتملول تبارك الله على اخويا داود اجي وهران 32 الرباط 31 عزيز البارح شنو كنا تاش النشيط دوزنا غير بتيو فوق السطح طريق عرفتي اش دار طريق طريق هز التيو طلع فوق السطح وبقى على الماء انا قبيله شفت شي دراري صغار مساكن والله العلي العظيم في هذا المدار اللي قدامي ان جاوا مساكن تيطلعوا على الحفره على المدار على الرومبوان يشوفوا مساكن واش فيه شي ماء ولا ما فيهش غادي نجيبوا الماء المديره 32 تلمسان 42 ايو تحيه لك من تيغسالين وما يذعنا ما يثغسالين يستنى ما يذعنا مذو فجاع والحمد لله الحمد لله اين اخي وش ربي الحمد لله هذه الحقيقه نحمدها ستي ربي وياه استاذي فوق شويه نظر الجو رائع ماشي سخون يا يعني نجي اسلم نجي للنظر ياك اذا انت امهات ودايرين الكمامات انت هنا كنشوف امهات دايرين الكمامات كتلقى بركبي هو تابع من لور تيقول لها اغي القوالب ضبوش اغي القوالب دميريكان يا واسكت راه بلاصت امي نعيمه خاويه اي تصحاق انك فوق شويه يسحق الناس تدوه لنا فاس 44 درجه بروكسل 18 الله اكبر انا داش بغيتي عندنا شهيتينا سيمو تحيه لك السي العقاوي تحيه لخويا السيمو من المتتبعين الكرام زنوبه يا زنوبه باريس 27 درجه علي 34 درجه عبد الرحمن الدار البيضاء 27 درجه اكادير الراشيدية فوق شوية وفوق شوية أحسن صحفي في العالم قالتها أختي فاطمة بدر تبارك الله على أختي فاطمة إحساس متبادل وألف تحية للعائلة ديال فاطمة بدر طنجة تزا خالد تارودان 40 درجة وعبدو دار البيضاء زوينة القضية في كازا البروج 50 درجة أش كتقولها يا واك ريان عرفتي شكون هي 50 سيدي حجاج مزابط تبارك الله عليكم مصطفى خويا متوكل مني اختي 41 تما في سيدي حجاج اذا اخواني احسن صحفي في المغرب وشكرا السي امين العظمه احسن متتبع حتى هو علاش لا بدر 50 درجه في تازا صحاب تازا فكرتيني في البلاد هذا ما قاله أخي كاريموس العيون 44 درجة سيدي بو عثمان فين جات سيدي بو عثمان الناس زهيري فين جات سيدي بو فكرتيني في الحسن زاي وا يا يثنى ومرض حظي ويرمي تفلا واش تنبطوني مدوكت وثوغ وثروي برشيد 31 ها بوفكران شحال بوفكران 49 الله توفيق بوفكران زعما القضيه بارده عندكم اخويا توفيق 36 مومو ورزازات 48 تقدر تكون غانغا افين جات هاد غانغا نتعاود مكناس تبارك الله عليك هولندا 18 روتردام جو رائع بتمارة خالد عرض علي اخويا اخوك تحرق انا الكليماتيزور والعرق والله العلي العظيم ما بغى يوقف رواحة عندي الجزائر البرودة يا اخويا عقاوي مصطفى مكناس تبارك الله على اخويا مصطفى الناس الجزائر تحية لكم برشيد 38 يلا كل واحد يكسب لنا من مدينة عطيونا الاجواء نشوفوا حتى المدينة اللي باردة وحتى لاش الناشا انا نعرفوا فين ردوا بالراس ياك واتزم زاكورا وما يتقاد لنا محمد القضية زاكورا يستنى كل شيء بخير هكي يحفظ ربي ما يتقال القضية تنزولين
أكيخ شال المدة دي زكتين زولين قد يحفظ ربي ميدن دينا واتزم تاونات سيدي بهلول ياك الرباط جو معتدل تحياتي السي حميد العقاوي راك عزيز العالمي الرجواني تحية خويا وتحية الناس ديال الرباط علاش لا 1950 غادي تكون درجة الحرارة 60 لا تلقاني في 1950 شا تقول انت أزنوبة أش قلت هي 1950 غتكون الحرارة هاي 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 زنوبة تضرب لنا الكارطة هادي ياك أختي الله يحفظك هاي تمو 42 ياك ذا حجاوي 14 هاي سيس بني من لال 45 سارة أختي الله يحفظك سارة البانو الله يحفظك أختي مومو بني من لال 61 هاي 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 وهاديك دبابينا هاي 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 وقول الحق الموت كاينة الرياض السعودية 52 تقدر تكون هاي تمو 42 هاي جران إسكرديس جالاكسي مرحبا إلا تخلص عليها شي قهوة نرجع دابا نيت انت سلتي قبيلة وكتقول لي دابا جالاكسي سدي يوسف الخواف الوحيد في العائلة من الكورونا هو يوسف عادل الناس دكادير ميت عنام ثنا الناظور 38 الرياض 52 مراكش 48 وزان 42 درجة بولمان 42 درجة تازة 17 درجة 47 درجة إموزار كندر الجو حار ولكن كاين الشجر راك إلا شدتك هنا يا خويا باسيمو الموت في تارودان تختي فوزية قلعة مكونة ضرب عزة 1000 درجة قالك محمد إذا هاي 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 وهاديك دبابينا محمد ديال فين مد حتى اللي ورجع ضاربين دوره مع الاخوان نستمروا شي نضربوا دور ياك اذا هذه الاجواء في مدينه اللي من اكبر المدن في الاطلس المتوسط ولكن للاسف الشديد المجالس البلديه وكانها لا علاقه لها ولا المهندسين ديالها ولا حتى للرؤيه فان في المستقبل ما كاينش والو ابيسين بلا كورونا بلا والو ما عندناش لا بيسين ما عندناش الجرده ما عندهمش مساكن ولا وهانت هاد الشجر هادو تا هما جاوا داروا هاد النخل زعما ان عود ما يديروا شي شجر اللي غادي يحاول الشجر انه يكون الشجر اللي يدير الظل مشى هما ما نعرف منين جابوا هاد النخل حتى ردوا البلاد بحال الصحراء نيت احنا كنتجولوا كنشوفوا النخل والحراره الصحراء النخل الصحراء يا العقليه دايثو غلا ضوء توفيق توفيق على جهنم كتهضر انت ماشي على هذا اليكانتي 38 درجة امغران 38 درجة خنيفرة وفوق شوية وفوق شوية واش هاك الماء بصح غادي يخصوه اش هاد الشيء انا درتها العرق شوفوا باش تشوفوا العرق راه غير درت الكاميرا باش ما كتعود غادي يقول شي واحد حماد وغادي للكمامة راه يبو وحدي علاش ندير الكمامه يبو وحدي لا الكمامه الا كان شي واحد راكب معايا في الطوموبيل سماره تحيه المو نعيمه البدويه مرحبا بك سي حامد فينا محمد فين نجي سيمو انا هو اعطيه العصير سدي محمد وثلاث سنين غاي الدار ايوا يعني انا كاين الاغلبيه ديال المنتخبين هنايا راه كاينين حنا تي عندك اللي لا يفقه حتى النطق باللغه العربيه مزيان ماشي مشكل ايوا نوصلوا حتى الرساله بالشلعه اي ثما ذي استماع المنتخبين اقليم خنيفره قوموا نصيدي ربي وثاثا فاق ميدن هاثين ميدن خلان كثا فوكثا ميدن وروفين ماني ذا غاكين تلا الميزانيه الحمد لله تكشم الميزانيه ما غا خاوين ايويناخ النخل من الصحراء النخلة كما تنعرفوا راه شو الاجواء اللي كيدير شو واحد العجاجه كي جايه ولا اي وين سياره على حساب لا لا ولد الصليب لا 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 لا, لا, لا غير صا ولدي مشى ولد الصليب قال واش الطوموبيل تشوف تي في هذيك واش شريف ارصا بابا لا كاينه الطوموبيل ولكن كتخرج في بالريكيزيسيون فوق شويه وثروي مراسل نشيط ولا ترموكا فاس قال لك ايوب فاس 700 درجه واسي ايوب
اش تيقول المثل المغربي واحد تنقص فيه خراتها ياك. هذه دردشه عائليه باش شي وحدين صحاب النبوبي صحاب اللي بقى عليا تما بداك الكريتيك. سير بابا راه شوف تي في طالقه بعض البرامج عاوتاني في مدن اخرى. سير بابا شوف واش واقع في شي مدن اخرى. اما حنايا نقيم ذا غاز نكني نتشان سوان كسا الزر انا خليها نسالا. سير سير اخوانا زيد واحد شويه. اذا اخواني شوف الحاله ديال المدينه وهي يا بابا صرصر وقف لي انا هنا كاع جايه لنا عفاك. مشات غير زدر ولدي زدر ولدي الحبر ديال الفيلتر. اذا اخواني المتتبعين الكرام هنا الحاله هذه حاله اللي الزوم ديال الكاميرا ديالنا غادي يشدها. شوف الحاله شوف شوف اخواني يا 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 شوف اخواني جاجة جاية جمعات كاع فين ما كان شي خبار. هايا وزداد نيشان هاديك في الشمغ البلدية. صافي نطلع مع الشارع نمشيو. إذا إخواني كما جنا العجاجة اش هاد الحرارة برا واش ما قتلاتكش الحرارة ولا راني شاعل الكليماتيزور خويا والطوموبيل باردة من الداخل وتنحاولو ولكن مديكلاري لنا بأن بأن راه 41 42 درجة عرفتي هاد النافورة وتلقوا فيها غا شوي ديال الماء انت حنا حتى الشتاء تيخدموها ولو قطرة وحدة في النافورة. تبارك الله عليكم النافورة بالتيموم. سعيد سعيد قال لك يا قلتي بين راك بوحدك خويا راني انا هنا بوحدي والسيد راه صايق عاوتاني مي كضحك وكتسلم عليك سيمو اهلا اسلم عليها ميدعنات صحت لاباس علاش تضحك قاسني خاوي هاوي عدو اثماك جران ايثما المرشحين سميته ايثما دي سلمى تسمع المرشحات وثلاثة نفق ميدن هاتين غوسن والو لا بيسين لا جردة يخو باس نوضو من يوار النون ندعي انتخابية عسوس ماث والله نتقي وفي راخ النون ما واقاثي وقرو النون ما يثرى مغرف راخ النخ وبيني وبينك الناس مساكن ووالو هانت إخواني كما كتشوف الناس مساكن محروقة واللي عجبني في الأمهات دايرين الكمامة يا أصحاب النبو بيتابع خلاص هو بوركابي من اللور بلا كمامة مشات الجماعة ثلاث دخلات دخلات جات داكشي كاع اللي جمعات ديال 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 الكارطون سبحان الله ديك العجاجة جات 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 كيما سدات الزوم ديال الكاميرا حتى دخلات لدار الضيافة والمجلس البلدي وصلت الرسالة فها هي قول له حتى العجاجة كتوصل الرسالة ديالها. جاء مواز العجاج خاطر النافورة هذه هي الوقت اللي خاصها تكون خدامة نور العين ما فيهاش ولا قطرة وداك الماء زعما راه تيطلع ويهبط دابا خص الناس مساكنين يشوفوا غير الماء كنشوفوا دابا ما يطلقوها هما حتى لديك التسعود أو لا حتى يسمعوا شي مسؤول جاي وعاد يقولوا لهم راه السيد العام الفات البرج شوف هذه تطلق الماء هنايا غير شكرا لتسليطك الضوء على معاناة المواطن المريرتي ماشي غير المعاناة هو انا تنتمنى الله سبحانه وتعالى ان يحط هاد الناس ويحط المسؤولين والمنتخبين غدا يوم القيامة لان كاين بعض الاشياء اللي بغى يقولها المواطن وما قدش لان كاين لوبيات سياسية اللي تعشات في الاطلس المتوسط وتعشات في النواحي الرشيدية ولكن اش نقول ديال بني ملال إيمان مالك ورزازات براد تبارك الله كطحت لج آي شوف سي عزيز بغى يقول لنا الكذبة ديال 1 أبريل قال لك عاجل ورزازات تطيح فيها الثلج هادي عام ربي يا ورزازات أكون يحفظ ربي ها أكون يحفظ ربي وريت تحفظ المنتخبين النون ياك
ما تشوفوش والو في التصويره غير واضحه. ورا العجاج اش غادي ندير السيمو ورا العجاج عاوتاني اش غندير انا الكاميرا انا اخويا انا انا يلا اخوتي تبارك الله وغادي نشوفو لك غادي نشوفو اذا بشحال من مدار دزنا 4 1 2 3 4 ولو قطرات الماء كل المدارات اصبحت يموم ينوب على الماء وما الا غير ندير مدار هكا يا بالزباب ديال الفلوس ونحط فيه عاوتاني مساكن التكين ولاد المنطقه اللي تيدير لهم طروتيال لهذا لهذا المدار ونجيو ما نلقى فيه حتى قطره الماء وعلاش ما نحطوش غير شي ديكور وصافي علاش. وهنايا من هذا المنبر اخواني اناشد ثم اناشد كل المصالح في الاداره يورا بالرباط على ساكنات المغرب العميق أن ساكنات القباب بإقليم خنيفرة تموت عطشا بهذه الكلمة. راه من العيب والعار أن نتوصلوا اليوم بأن القرية ديال القباب القرية المنكوبة القرية اللي تهافت عليها مجموعة ديال اللوبيات السياسية وكتقول لكل غيور بالله عليكم عتقونا راه الحرارة مفرطة والماء ديال الشرب ما كاينش. وخص الناس الاخواني اللي كيعرفوا القباب وما اعطاها الله من جماليه وطبيعه خلابه فمن العيب والعار اننا باش نقولوا القباب ما لقات ما تشرب. في حين ان ساكنه الجبل في هذا الوقت اخواني انهم راه تيشريوا الماء اللي يشربوا للبهايم ديالهم. فرحمه بهذه الساكنه تنتمنى تكون ضمائر حيه وهنا كنحمل المسؤوليه للمنتخبين بالله عليكم واش عندكم شي وجه باش تلاقاو الله. تنتمنى باش توصل الرساله وتبارك الله عليكم وما سخيتش بكم تنفعكم الزياره خويا سعيد. اذا كل واحد خوتي يكتب لي اش من مدينه كيدير الحراره وما رايك في ان الاطلس المتوسط مع بدايه الصيف اصبح يعاني من العطش اصبح يعاني من انعدام الماء ماشي قله. راه كاين الضواوير اخواني اللي ما لقات ما تشرب مره ما كاينش كاع ما تشرب. لا انا خليه حتى تفوت هاد الكورونا مازال ما يتقال قول لي ولكن تنتمنى والله يرفع هاد البلاء وترجع الزوم ديال شوف تي في وراء ديك الجبال ونحاولوا نوصلوا بالصوت والصوره المعاناه. تحيات خوكم حميد العقاوي تبارك الله عليكم وما سخيتش بكم. واش نستمروا في البرنامج ولا نوقفوا لحظه وساعود نشوف التعليق ديالكم. زيد عليها انت بوخيو والله ما لقاو ما يشربوا. اي تبوخيو قال لك زيد عليها اي تبوخيو والله ما وزعما داك النخل ما خاصوش الماء داك الشيء علاش كيغرسوه. لا لا شي صفقه ديال الله العاده وخليني اشمنت انت ويلي. ولات المدن هنايا في المغرب العميق هنايا ولات شارع كتلقى فيه النخل شارع فيه الصفصاف شارع فيه التوت شارع فيه اللبن شارع فيه والتخربيق الخاوي. راه كاين اوتور كاين مهندسين مشوميين كاين الناس اللي بغاو يخدموا فابور عندهم غير على هاد البلاد. يا كاين اللي تيضرب 3 مليون وتيدير لي زور دبيرو راكم عارفين وانا عارف السكات حسن اخي اسير موتشو ولا سانا كيطال كومو بلاكو ساين مرسيا دون دي تاختي سنة. واخويا حميد حتى خريبقى فوق الشواية ايوا يا ذاك عاون ربي اثمان يوون انا زيد وزن وري علي عوا ولي ماني قولي ويلي الغشية ذاك ضر طاليا اختي مليكة تبارك الله عليك. والسي يوسف قال لك استمر الحرارة اخويا حميد في اوسرد يا حمزة زيد ما تقطعش زيد قال لك ما تقطعش اخي فيسو ما فيسو شكون اللي كاين في الفيسو انا واش الفيسو ديال الكول ما بين مايرينا وكرمونا ياك كومو يستا لا فاميليا بيان سانا الحمد لله اختي بارك الله فيك. واخا حميد حتى خريبقى فوق شوية وفوق شوية وفوق شوية ومانا الجو حار سنة سي نزيد اختي سنة الله يحفظك تحية ليك تحية خويا حميد شكرا اختي فاطمة المراسل قالك زيد وما تقطعش
ويبرذن ايمان ويبرذن هوا مقردي خشر يسوري بعد صوي لا مخير دي اليمين سنة اختي كي دايره لاباس عليك كلشي بخير اختي سنة ياك صافا الله يحفظك كي داير كي داير الوالد مسكين الله يحفظك سنة متتبعة من الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر وخاصة بالفيسو د الكول زاوية الشيخ خويا حميد دخل عند رئيس البلدية يعطيك شي توضيح شي تصريع للحالة المزرية وتحية لأحسن صحافي واش غادي نقول لك دابا إلا دخلنا عند هذا الرئيس والله سيدي حتى نديرها كاع ما كاينش خلاص راه ما كاينش راه دابا شاعلين هما لي كليماتيزور دابا تيبانو المنتخبين تيبانو مور ستة عاد يبانو دوك الجيمات نتحدى أننا نتلاقاو شي طوموبيل الجماعة دابا راه مغسولة ومقادة وراه حاط جلابة بيضاء منتخبين دابا ومريحين عاطينا دابا غير التليفونات سلام خوما خويا حميد إلا جابها الله مرحبا الله يحفظك تبارك الله عليك حتى ميلانو فوق شوية تبارك الله على خوتي ما سخيتش بكم كانت واحد الغاية دائما أقولها لهذه البرامج أنها هي بالصوت والصورة ورسالة إلى كل خدام الدولة والمسؤولين في هذه الحكومة راه كاينه ساكنه اللي كتعاني راه كاينه ساكنه اللي ما لقاتش حتى شجره فين تدرك واش ما بقى زعما ان كي داير هذا المهندس اللي جايب هو 10000 نخله باش يحطها في الاطلس المتوسط في العاصمه ديال الارز الا ترى بان من العيب والعار ان العاصمه ديال الارز العالمي اللي الارز ديال هذه المنطقه تيوصل للدول الكبرى ولكن حيت جينا لقيناهم هما داروا مارشي ديال النخل هي مزيان ديكور زوين ولكن حتى يشيط الخير قال لك على زعير عاد ياخذوه بني خيره اذا تبارك الله عليكم ما سخيتش بكم اكون يعاون ربي اي ثما دي سما نقايش الضره الدوان هشام ثغر عفيض برا انكش مغردي الدار ترقبونا العشيه ان شاء الله غادي نحاولوا نحطوا الرحال في تيغسالين او لنواحي القباب البؤره فيروس كورونا بالأطلس المتوسط دعواتكم تبارك الله عليكم أقسم بكم ولكن الوقت القانوني للبرنامج انتهى فما علي إلا أن أقول أعانكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وحفظكم كما حفظ به الذكر الحكيم إنه سميع مجيب تحية حكم حميد العقاب.